مرحبا بكم، ان شاء الله يا بكامل تكونوا بخير. اليوم بغيت نديركم طاجين البولات، البولات على اللحم تاع الخروف. ولا بغيتو تبدلو بالدجاج ممكن، ما كاش مشكل. مقادير نشا فيها عندي لحم مفروم، انتم ديروا على حسب افراد العائله، ما نقولكمش انا شراني دايره. عندي مقدونس، عندي حبه طماطم تكون شويه كبيره كلهت لها الجلفه وطحنتها. عندنا ماء باش نسقو به، وهنا عندي شويه تاع هريسه ماشي حاره بزاف، وعندي دبس الفلفله. نصنعوا الوصفه مع بعض ومن بعد نقول لكم كيفاش تصنعوا الدبس الفلفله. عندي حبه تاع بصل كنت قليتها بشويه تاع الزيت، ودرت لها قريصه تاع شويه تاع سكر باش تكرملت شويه. عندنا بصل، عندنا ثوم، التوابل عندي عندي هنايا راس ماشي راس الحانوت، لي بيس ليبانيز، التوابل اللبنانيين من سبع بهارات. عندي هنايا الفلفل الاسود، عندي كركم، عندي هنايا شويه تاع زنجبيل وشويه تاع قرفه، ملعقه كبيره تاع خبز يابس لا شابلوغ، وهنا عندي شويه ريحان. الا ما عندكش ريحان بغيتي تغيري بالزهتر ممكن، ما كاش مشكل. نفوت الان للتحضير. في الطاجين راني دايره شويه زيت وشويه سمن، نخليهم يسخنوا غير شويه، نحط الثوم، نبدأ نحط الخبز اليابس، فلفل اسود، بوافغ، سيتي لا شابلور، البرسيل اي لا فيوند هاشي، لي سات ايبيس، كركما، لو جينجومبر، لا كانيل. لي جون كي زابا لا كانيل يبوف لا روتيري، با سوسي. الريحان، البازيليك، et les oignons. Le thym, l'ail. بعد ما قلى الثوم ندير حبه تاع طماطم، من بعد نضيف الهريسه والدبس الفلفله. دبس الفلفله سواء تشرو واجب، ولا ما عندكمش تقادوا حبه فلفله ولا اثنين تشوهم في الفرن، تقلعي لها الجلفه تاعها، ديريها في الميكسر تاعك ولا في الكبه، ديري لها شويه زيت زيتون، شويه ملح، وشويه ريحان، وشويه فلفل اسود وزيت زيتون، وطحنيها. هذا هو دبس الفلفله. غادي نخلي كلش هذا يتقلى مع بعض في غردو، نضيف الملح، الريحان، الزنجبيل، الكركم، والفلفل الأسود، ونخلط ونخليها تتقلى. ساهل طاجين، ساهل خفيف، في وقت قصير تقدري توجديه، سورتو لا دخلتي من الخدمة وكنتي عيانة فرمشة عين تصنعيه. خلي هادو ونصنعو البولات مع بعض. عجنيها مليح العجينة تاعك. الناس اللي ما تحبش لاشابلور الخبز اليابس ممكن تعوضيه بالرز، ما كان حتى مشكل. بغيتي تطحنيه، بغيتي تخليه حبات، اللي عندك ديريه، جوست غير تعركيها شويه مليح الكفته تاعك باش مين ديريها في الطاجين ما تنحلكش. ندير البولات، ديرهم صغار ما كبار، شويه حجم متوسط، ونحط في الطاجين. بعد ما حطيت لي بولات غميتهم شويه كيما هكا بالبلاع، وخليتهم هاد خمس دقائق. دركاش غادي نديرو نقلع البلاع ونمرقو غير شويه، نمرقوه ما نحطوش اللحم باش اللحم ما يسمعش. نحطو هنا شويه، فوالا غير شويه، نعاود نغطيه ونخليه يطيب على نار هاديه هاديه هاديه. انا غادي نديره، غادي نوريكم، غادي نديره في رقم 3، في 3 هنايا في 3، خلوه يطيب على مهله حتى كي تجي اللحم المفروم ما يديش وقت بزاف، 10 دقائق 15 دقيقه يكون الطاجين تاعكم طاب. من بعد نكملوه مع بعض.
هلا وصفتنا بعد ما كملناها. انا زينته بالبيض تاع السمان وزينته بشويه تاع الموات كاجو، كنت قليتهم في الزيت. قد ديري لوز، قد ديري ما ديري واش حبيتي. وغدرت غادي نقدمها بشويه تاع رز، راني غادي نخلي لكم رابط الوصفه في صندوق الوصف باش تتبعوا الوصفه وتقدموه مع هذا الطاجين، يتمشى معاه مليح. ان شاء الله يا ربي تعجبكم هذه الوصفه. اللي عجبتكم ما تنسوش دعموني باللايك وتخلوا لي بالبارتاج، ونقول لكم صحه فطوركم وعقارب، مع السلامه. Oh!